على هذه المبادرة تاع اليوم ومن على الفقيدين حمزة بركاوي ربي يرحمه وبلال بن حمودة. أول شيء نترحموا على كما يقولوا الصحفي حمزة بركاوي حتى أخونا بن حمودة ربي يرحمه إن شاء الله وأجعله إن شاء الله من أهل الجنة. ما هذه إلا واجب علينا أن نكون حاضرين معهم خوتنا إن شاء الله الناس اللي تكون واقفة بارك الله فيهم الناس اللي وقفت على الدورة هذه نتمنى لهم كل النجاح ومن طن هذا كما يقولوا هذا سام ميساج للناس باللي الدنيا هذه فانية ما يبقى غير صح تبقى غير المحبة تاع الناس والإنسان اللي يزرع بذرة مليحة هتبقى له مليحة إن شاء الله نتمنى لهم إن شاء الله يكونوا في الفردوس الأعلى إن شاء الله. الكلمة بون فيما يخص تأهل الاتحاد للنهائي كأس الكاف واش رأيك الاتحاد قادر باش يتوج بالكأس؟ والله صراحة بعد تولي العارضة الفنية للاتحاد العاصمة بن شيخة شفنا باللي ديبي كان شويه صعيب لانه ديجا ديبي سيزون كانت عنده مشاكل كبيره اتحاد العاصمه الحمد لله يعني جوزو لا بيريود لا بلو ديفيسيل من عند كما نقولوا بعد وجود المدرب بن شيخه شفنا باللي كانت شويه ديفيسيل مي جو بونس انايا باللي الدوره اللي دارت في الجزائر تاع 23 زون اللاعبين كي راحوا المنتخب الوطني مع 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 مجيد بوقره عطى نعش عطى نعش اللاعبين اون بلوس لاعبين اللي فودات تاع اليوس ما كيما مزيان كيما الاخر بليس لي جان اللي نعرفوا بن شيخه بلي دور على كل حال عطاهم لا شونس تاعهم وبروفاو بلي قادرين الحمد لله الفريق راه يمشي في خطه ثابته نتمنى ان شاء الله النهائي نتوج بهذا النهائي لانه راح يكون بالنسبه لنا حنايا كجزائريين خاصه فريق اتحاد العاصمه طونك احنا جزائريين نمشوا معاه راح يكون هذا النهائي ان شاء الله لفريق اتحاد العاصمه نتمنى ان شاء الله ياخذ الكاس هذه. ربي يحفظك ربي يحفظك خويا.